السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى هعمل لكم وصفة حلوة قوي يا بنات، ان شاء الله وصفة، يعني وصفة هي للتخسيس. الوصفة دي يعني ان شاء الله هيكون مشروب سحري حلو قوي لحرق دهون البطن والارداف، هتخلصك من كل الدهون العنيدة اللي في جسمك. والوصفة دي بقى احلى ما فيها ان هي بمكونين اتنين بس، والمكونين دول متوفرين عندنا في كل بيت وسهلين جدا ان شاء الله. يعني هتحبوا ان انتوا تشربوا المشروب ده قوي، سهل جدا وبسيط، بس مفعوله مفعول السحر على يعني الجسم كله. هيخسس جسمك جدا وهيخليك ان انت معدتك تبقى مرتاحة، ولا هتحتاجي بقى انك تعملي دايت، ولا تحتاجي ان انت تروحي تلعبي رياضة. ان شاء الله يا بنات فعلا المشروب ده كل اللي هتجربه بإذن الله هيجيب معاها نتيجة حلوة قوي، وإن شاء الله هتدعولي. بس قبل ما أبدأ بقى في وصفتي النهاردة، ما تنسوش تدعموا قناتي باللايك والاشتراك، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس يا أمارات عشان يوصلكوا إشعار بكل الوصفات الجديدة اللي أنا بقولها لكم. ويلا بينا تعالوا نشوف إيه هو مشروبنا النهاردة. أول حاجة كده يا حبايبي هجيب كوباية فاضية معايا، والمكون الرئيسي النهاردة اللي معايا الليمون، وتاني مكون معايا، انا قلت لكم الوصفه بمكونين بس، خل التفاح. اول حاجه انا هكون ايه غلي، انا دلوقتي كنت محضره ميه مغليه واستنيت ان هي ايه يعني هديت شويه، يعني بقت دافيه، بحيث ايه احنا عارفين طبعا ان احنا ما ينفعش نحط الليمون على ميه مغليه ونشربه على طول، الليمون بيفقد القيمه يعني اللي فيه. فانا دلوقتي غليت الميه وبعد كده حطيتها اهو في الكوبايه واستنيت اللي هي هديت يعني سنه بسيطه. بعد كده هجيب معايا نص ليمونه بس، النص ده كده هجيب العصاره بتاعتي وابتدي ان انا اعصره في قلب الكوبايه بالمنظر ده كده، هعصر النص كله على الكوبايه دي. مش قادره اقول لكم يا بنات الوصفه دي فعلا بتسيح الدهون يعني بطريقه حلوه قوي. اهو اتاكد ان انا عصرتها كويس. وتاني بقى مكون معايا هحطه على الليمون مع الميه، هجيب خل التفاح معلقه كبيره، او لو انت عندك اللي هي معلقه الشاي دي هتبتدي ان انت تحطي معلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هحط معلقه اهو، معلقه وادي معلقة تانية، ولو عندك معلقة كبيرة هتستعمليها يبقى تستعملي تحطي معلقة واحدة كبيرة. وهنبتدي نقلب المشروب كده. بصوا هو يعني حاجة سهلة ومتوفرة عندنا في كل بيت، بس فعلا يعني المشروب ده يا بنات هيجيب معاكم نتيجة من الاخر لو انتوا واظبتوا عليه وشربتوه كل يوم. ان شاء الله المشروب ده هنشربه كل يوم مرة على الريق. اهم حاجة ان انت تشربيه يكون على معدة تكون فاضية خالص، واول ما تصحي من النوم قبل الوجبة بتاعت الفطار بنص ساعة. مش قادرة اقولك لو وظبتي حبيبتي على المشروب ده يعني هتلاقي نتيجة حلوة قوي. والمشروب ده اللي حابب اللي هو يحليه، طبعا احنا هنبعد عن السكر نهائي، تحليه بمعلقة صغيرة من العسل الابيض، وتقدري، انا عن نفسي بشربه كده من غير تحلية ولا اي حاجة، بيبقى جميل، بيهدي المعدة على الصبح كده وبيخلي معدتك مرتاحة وبيعلي الحرق بطريقة حلوة جدا وبصورة عالية قوي يا بنات. والله فعلا كل اللي جربوه شكروا فيه قوي وبيخسس بطريقة يعني جبارة. يعني اتمنى ان انتوا كلكم تجربوه، احلى وصفة وسهلة جدا مش هتكلفك اي حاجة، مجرد ان انت هتصحي المية المغلية هتحطيها في الكوباية يا دوبك تهدى شويه بسيطه عشان الليمون ما يفقدش القيمه الغذائيه بتاعته. هتبتدي ان انت تعصري نص الليمونه وعليهم معلقه من خل التفاح، وهتشربيه اهم حاجه على معده فارغه كل يوم. يعني انا بقى عايزه اقول لك اشربيه بس لمده اسبوع وبعد كده روحي اوزني نفسك، يعني فعلا هتلاقي فرق رهيب من اول اسبوع. وبكمان حلو قوي المشروب ده ان هو بيخلي الشهيه عندك مش مفتوحه قوي، فاهمه؟ يعني بعد ما بتشربيه بتحس ان انت يعني نفسك يعني بتشبعي بسرعه، معدتك يعني مش ان انت عايزه تاكلي على طول، هيسد معاكي يعني ان شاء الله كده الشهيه، وهو ده طبعا اللي احنا عايزينه عشان تخسي بسرعه.
اتمنى ان انتوا يا بنات كلكم تجربوا المشروب ده، حلو قوي وطعمه جميل، يعني هتقدري ان انت تشربيه بكل سهولة، ما فيهوش اي حاجة. واتمنى يا بنات ان الوصفة دي بجد يعني تعجبكم، وان شاء الله بقى بعد ما تجربوا الوصفة دي تكتبولي تحت في الكومنتات وتقولولي رأيكم في المشروب ده ايه. وان شاء الله يا بنات بقى استنوني في وصفات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك، وتنزلوا تعملوا سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.